بدنا الان 6 راندوم نمبرز عشان نعمل جنريشن لل 6 باسنجرز. كل باسنجر راح يكونوا فيه له او دي بير. فناخذ مثلا بي 1 وبي 2 بي 3 بي 4 بي 5 وبي 6. هلا بي 1 اعطوني راندوم نمبر له 0.69. قديش 0.169؟ إذا 0.169 راح تكون بين ال 0.12 وال 0.24 مش هيك؟ فيكون رايح من 1 ل 3. الرقم الثاني 0.230 راح يكون كمان بين الرقمين هذول، فكمان من 1 ل 3. كمان رقم راندوم 0.064 0.064 راح يكون بين هذول التنين، فراح نروح من 1 ل 2 مش هيك؟ 0.064 من 1 ل 2 0.73 بين هذول الرقمين مش هيك؟ فبتنزل على 3 ل 5. 0.5 كمان رقم 0.644 0.644 راح يكون ما بين هاد وهاد مش هيك؟ فثلاثة لواحد. وآخر إشي 0.949 إذا طلعنا هون عندي 9397 بكون ستة لواحد. هو كويس لأنه عندي إيش عندي؟ عندي 6 ل 1 و 3 ل 1، عندنا انتر فلور حتى. يعني هو طبعا مش شرط يطلع. مش شرط يطلع، ممكن كلهم يطلعوا انكمينج، ممكن يطلع اوت جوينج، بس احنا عندنا هون عندنا انكمينج 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 اوت جوينج اوت جوينج انتر فلور. وإذا كررنا العملية هي عدد كبير من المرات بيكونوا بيتبعوا البرسنتجز الصحيحة.